وللمزيد مشاهدينا حول هذا الخبر ينضم الينا الخبير الاقتصادي دكتور محمود عنبر. دكتور محمود بعد التحيه، يعني في السياقات الخاصه بجذب رؤوس الاموال والاستثمارات، كيف يمكننا قراءه هذا الخبر؟ يعني مجموعه من القرارات الخاصه بتعديل القانون رقم 95 لسنه 92 بتعطي مزيدا من المرونه، وبتعطي ايضا توجيه الاستثمار الى قطاعات بعينها لها علاقه بالاقتصاد الاخضر. يعني مثلا السماح باصدار برنامج للصكوك بيتم طرحه على عده اصدارات. هذا البرنامج بيستمر خلال 3 سنوات من تاريخ موافقه الهيئه. ايضا الافصاح بنشره الاكتتاب او المذكره على كافه تفاصيل البرنامج الخاصه بالتزامات كافه اطراف عمليات التصكيك. ايضا التعديلات جاءت باصدار بعض الصكوك دون الاعداد التصنيف الائتماني، وهذا واحد من اهم الامور التي تمنح قدر كبير من المرونه في عدم اشتراط اجراءات التصنيف الائتماني في الحالات الخاصه بهذا الاطار. ايضا فيما يتعلق بهذه التعديلات جاءت ايضا تعديلات بالاتاحه للاستثمار او صناديق الاستثمار امكانيه تسويق وثائق هذا الصندوق من خلال شركات السمسره. وجاء اخيرا الحديث عن دعم الاستثمار في مجال الطاقه النظيفه او التنميه المستدامه، وده يعني مظله كبيره بياتي تحتها كثير من القطاعات التي لها علاقه بالاقتصاد الاخضر والتي لها علاقة بالتحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة. نعم دكتور محمود، يعني حجم التداول في سوق رأس الأموال أو الأموال يعني في سنة 2022 السنة الماضية كان ما يزيد عن 1000 مليار تقريبا، تحديدا كان 1084 مليار. إلى أي مدى ترى أن هذه الأدوات المستحدثة في ما لو صلى بسوق أمل يمكن أن تؤدي إلى نمو آخر جديد في سوق الاستثمار في رأس الأموال؟ يعني يمكن حجم التداول نفسه في سوق الأوراق المالية ده بنعتبره واحد أو إحدى صور الاستثمار، سواء كان استثمارا محليا أو استثمارا أجنبيا، ولكن في صورته غير المباشرة. وبالتالي هو شأن أي استثمار مباشر يتأثر بخلق مناخ جاذب للعملية الاستثمارية، وواحد من أهم الأمور التي تخلق مناخ جاذب للاستثمار بشقيه المباشر وغير المباشر هو فكرة الأطر التشريعية والقانونية التي يمكن أن يعني تقلل من أو تعطي قدر أكبر من المرونة والتسويقية. أيضا دكتور محمود، يعني نعم، والتسويقية أيضا من الأهمية بين المكان أن يتم تسويق طبعا ما يتم يعني إنجازه. النظام المالي والنظام النقدي والمناخ بشكل عام يمكن كمان يعني يأتي تحت مظلة المناخ الجاذب للاستثمار. حالة الاستقرار الأمني هي يعني واحدة من أهم العوامل، رغم أنها يعني البعض يراها من منظور غير اقتصادي، ولكنها بتؤثر بشكل مباشر في حجم الاستثمار. وبطبيعة الحال يمكن التعويل على هذه القرارات بأنها يمكن أن تعطي مزيدا من النمو في حجم التداول. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر الخبير الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا.